هنا داخل هذا السوق للخضر والفواكه ببلدية تيبازا افتتحت تعاونية الحبوب والبقول الجافة نقطة بيع للحمص والعدس المحليين بسعر لا يتجاوز 120 دينار للكيلوغرام. قامت تعاونية الحبوب والبقول الجافة ولاية البوليدة بفتح نقطة بيع للبقول الجافة ولاية تيبازا المركز التجاري المنار ببيع بقول جافة العدس والحمص. سعر العدس راح يكون 100 دينار يعني 10,000، وسعر الحمص راح يكون 120 دينار يعني 12,000. وهذا المنتوج منتوج محلي يعني منتوج تاع بلادنا. قلنا هذا الشيء سبب الغلاء اللي راهو المنتوج الخارجي اللي دخل الجزائر اللي يقدر غلاء فاحش. الدولة والتعاونيات قاموا بهذه المبادرة من أجل مش لحقوا المنتوج المحلي للمواطن. كسر الأسعار والقضاء على المضاربين هي خطوة استحسنها الزبائن. الصوالح كما هذو حاجة كبيرة كاع. الناس احنا راك تشوف راه غير زيد المقارون زيد اللوبيا زيد زيد زيد. سي ان بليزير كي تشوف هكذا. تشوف درك الناس ما سمعوش البازار كاع يدفق لهنا. الله يدفق كاع هنا. كي بازار كاع يجي لهنا كاع. حاجة كيما 10,000 حاجة السعر تاعو متناول الجميع. هذه الخطوة هي بداية لتفعيل قانون المنافسة من أجل وضع حد للاحتكار الذي جعل بعض المتعاملين يتحكمون في قوت الجزائريين بإقرار زيادة عشوائية.